ده كان تعليق بيقول لي ارسم رسمة بألوان علم فلسطين، تعالوا نشوفوها. ابتديت ان انا احضر كده الالوان بتاعتي، الاخضر والاسود والاحمر، وهضيف اللون البشري علشان البشرة، وحضرت رسمتي وهتكون ام واخدة بنتها كده في حضنها، وبعد كده هختار اللون البشري علشان الون بيه البشرة. ابتديت كده الون البشرة باللون البشري، وبدأت ان انا الون برضو بشرة البنت، يعني احنا معناش جرتون واحد للبشرة فهيكون في الاثنين. وبعدين اخترت اللون الاحمر كاول لون في الوان علم فلسطين يكون في البندانة بتاعت الطرحة للبنت ولمامتها. وبعدين برضو اخترت اللون الاخضر يكون في الطرحة نفسها، لكن هسيب جزء ابيض هيكون الفاصل بين اللون الاحمر واللون الاخضر، وعشان يبقى فيه كونتراست كده في الالوان خليت عين البنت اللي باينه دي تبقى لونها برضو اخضر. اما اللون الاسود اللي فاضل ده هعمل بيه اللبس بتاع البنت وبتاع مامتها. وعلى فكره انا سايب لك تطبيق حلو قوي للتلوين هتلاقيه في صفحتي تحت صورتي، ادخل حمله وادعي لي. وتعالوا بقى نشوف الرسمه بعد التظليل، وما تنساش تتاكد انك متابعني وتعمل تعليق بالوانك المفضله.